ويانا هذا اليوم، وإن شاء الله تكون فاتحة خير في ورش الجامعة لهذا العام الدراسي الجديد. أتمنى لكم كل الموفقية، وشكرا جزيلا على حسن تعاونكم وعلى تقديمكم لهذه الورشة الجيدة. إن شاء الله السيد رئيس الجامعة رح يلتحق ويانا، وأيضا يحب يقول كلمة بهذه المناسبة، ما يطول يعني، إن شاء الله هسه دخل. شكرا جزيلا. التواصل العلمي نهضة فكرية وعلمية. السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر لفتح السوري المحترم، السيدة عميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور راجع عبد الحسن حمزة المحترمة، السادة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة وجدان ضيدان، رئيس فرع العلوم الأساسية في كلية التمريض جامعة الكوفة. نرحب بكم في ورشتنا لهذا اليوم، وهي الورشة الأولى سلسلة من الورش التي سوف يقيمها أساسية برعاية السيد رئيس جامعة الكوفة الأستاذ الدكتور ياسر لفتح السوري المحترم، وبإشراف مباشر من قبل السيدة عميدة كلية التمريض الأستاذ الدكتور راجحة عبد الحسن حمزة المحترمة. وهذه الورش هي تمهيدا لمؤتمرنا الذي سيقام من قبل فرعنا فرع العلوم الأساسية في يوم 30 من شهر آذار 2021 تحت عنوان First International Conference on Medical Basic Science Research، والذي يهدف إلى توثيق التعاون العلمي والتقني في مجال العلوم الطبية الأساسية وتبادل الخبرات بين الباحثين على المستوى المحلي والدولي، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين لتشكيل فرق بحثية قادرة على مواجهة تحديات واقع البحث العلمي، وعليه وبالتعاون مع جامعة الكنساس الأمريكية نقيم ورشتنا اليوم تحت عنوان CRISPR Cas9 Based Genome Editing as a Novel Tool in Cancer and Microbiology Applications، والتي تعتبر من المواضيع الحديثة في العلوم الطبية الأساسية، وهي أداة جديدة في تطبيقات أمراض السرطان وعلم الأحياء الدقيقة. وسيلقي علينا محاضرة الورشة الدكتور أحمد عيدان ضمد من جامعة الكنساس الأمريكية مشكورا، وحرصا من رئاسة جامعة الكوفة على دعم المحافل العلمية والتبادل العلمي والفكري بين الباحثين، يلقي علينا الأستاذ الدكتور ياسر لفتحسون رئيس جامعة الكوفة المحترم كلمته بهذا الملتقى العلمي. وهي هذه الورشة أو هذا الملتقى هي الافتتاحية للورش القادمة والندوات الأولى لجامعة الكوفة، فأهلا وسهلا به وليتفضل. مشكورا. شكرا دكتورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبو القاسم محمد وعلى آله وطهره. وبعد، الأخت الدكتورة راجحة كسار المحترمة عميد كلية التمريض، السيدات والسادة من الحضور الأكارم، الأخ العزيز الدكتور أحمد عيدان المتحدث في هذه الورشة، أهلا وسهلا بكم جميعا. الحمد لله أن هيأ لنا هذه الفرصة للقاء بكم والاستماع إلى آرائكم في هذا الحقل العلمي الذي سوف يكون هو الوسيلة الرئيسية في اكتشاف ومعالجة الأمراض في 20 سنة القادمة. The field of genetic engineering is just interfering with everything now. في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة وفي مجال الأدوية وفي مجال الأمراض وفي مجال السرطان ومعالجته. الفكرة ممتازة جدا لفتح المجال وإلقاء الضوء على هذا الجانب المهم، وهو من الجوانب الحديثة في الطب، ولكنها ستكون الرئيسية في سلسلة مماثلة لنشاطات متميزة إلى كلية التمريض لعقد كثير من الندوات والورش العلمية ومؤتمر جيد جدا وقيمة في القاهرة، ونشاطات أخرى
أشكر عليها قيادة كلية التمريض ومدرسيها وضيوفها وجميع من يتولون تدبير هذه الأمور، أشكرهم شكرا جزيلا وأتمنى جهودهم وأشد أيديهم الكريم لمواصلة هذا العطاء. الحقيقة الكلية تحضر إلى مؤتمرها الأول للعام 2020-2021، بس صحيح الأخ الدكتور أحمد أنه العام الدراسي إحنا يبدأ بصورة اعتيادية في 1/9 من كل سنة، لأن هذا العام استثنائي باعتبار أنه العام الدراسي الذي سبقه قد زحف نتيجة لفقدان أيام من الدوام والتدريس بسبب الاحتجاجات ومن بعدها بسبب كورونا، وزحفنا على العطلة الصيفية وأخذنا شيء من العام الدراسي المقبل. فالحقيقة بس ردت أنوه إلى هذا الموضوع، وهذا المؤتمر أو هذه الورشة هي أول فعالية معلنة أونلاين في هذه النشاطات العام الدراسي 2020-2021. حقيقة ما أحب أخذ وقت من ورشتكم حتى نذكر جميع القضية العلمية التي اجتمعنا لأجلها. أكرر شكري وتقديري لكم جميعا وبالخصوص للأخ المتحدث الدكتور أحمد عيدان، شكرا لكم. شكرا لك أخي أحمد لأنك تفقدت شعبك وأعطيتنا هذا الوقت من الاهتمام، كان الله في عونك. إن شاء الله جهودك ما راح تكون مهدورة لأنه هناك عقول ثواب لسماع كل ما هو حديث وكل ما هو جديد. شكرا لكم جميعا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للدكتور ياسر للتحسن على كلمتي، شكرا جزيلا له. تدار الورشة من قبل كل من الدكتور حسام رحيم محمد الحلشاوي من جامعة رودكرز الأمريكية مشكورا، الدكتور علي جبار عيدان كلية التمريض جامعة الكوفة مشكورا، الدكتور عبود عقيد راضي كلية التمريض جامعة الكوفة مشكورا. نرحب فائق الترحيب بالدكتور أحمد عيدان ضمد والدكتور حسام رحيم محمد حلولهم ضيوفا علينا في هذه الورشة، فأهلا وسهلا بهم وبجميع الحاضرين. والآن نترك المايك مع دكتور حسام وفريقه لإدارة الورشة مع تقديري وامتناني للجميع. شكرا دكتور عهود، شكرا للسيد رئيس جامعة الكوفة المحترم، الشكر موصول للدكتورة راجحة لاهتمامها بالموضوع وسعيها اللامحدود بدعم المؤتمر إن شاء الله اللي راح يصير بالسنة القادمة الشهر الثالث. وهاي دعوة لكل الباحثين الأخوة الباحثين ولكل الأساتذة في جميع كليات وجامعات العراقية للاشتراك في المؤتمر، لأنه راح يكون مؤتمر يعني بلمسات جديدة، البحوث راح تنشر في مجلات عالمية، وإن شاء الله المحاضرات والأمور المرتبطة بالمؤتمر تكون فتشي إن شاء الله مميز. الشكر موصول لحسن الاستقبال للدكتورة وجدان رئيسة قسم العلوم الأساسية، والشكر موصول للدكتور علي والدكتور عهود لمساعدتهم إن بهاي الندوة. لهو من دواعي الفخر أنه أكون أنا أقدم شخص يتميز بصفتين العلمية والأخلاق، وهي نادرة أن تجتمع معا. من دواعي الفخر أنه أقدم دكتور أحمد عيدان الأستاذ في كلية العلوم جامعة واسط، وحاليا هو في researcher in University of Arkansas في أمريكا. دكتور أحمد عيدان
أنهى دراسة البكالوريوس في كلية العلوم جامعة بغداد، وكان ترتيب الثاني على مرحلته، مما أهله أنه يكون معيد في كلية العلوم جامعة بغداد. بعدها أنهى الماجستير في الميكروبيولوجي وحصل على جريد A. بعدين حصل هو الأول من محافظة واسط على حصل على سكولرشيب في الاتش سي دي لإكمال الدكتوراه في جامعة أركنساس الأمريكية. الجي بي اي كان فتشي مميز ونادر انه طالب الدكتوراه في امريكا يحصل او 4.0، يعني ال 4.0 معناها هي هاي الفاينل جريد. دكتور احمد ادى البير ريفيورد فور ماني publications، عدة العديد من البحوث، وأنا كلش سعيد بمعرفته وصداقته. ما أريد أطول عليكم، راح أخليكم تستمتعون مع المحاضرة والمحاضر اللطيف دكتور أحمد. دكتور أحمد، مايك. Thank you so much for very nice introduction. شكر جزيل للسيد رئيس الجامعة والعميدة على الدعوة وحسن الضيافة طبعا. وين كانت أونلاين، بس يعني أشوف اللي الاستقبال والحفاوة. شكري وتقديري للأساتذة المنظمين والقائمين على الندوة، وخصوصا عند الذكر دكتور حسام أخ عزيز، وأتشرف يعني بمعرفتك. دكتور علي، دكتور عهود، ودكتور وجدان، صراحة يعني يشتغلون ليل مع النهار حتى يعني gathering all information حتى يسوونها للندوة. أستاذ والسيدات، مع طبعا حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نبدأ المحاضرة مالتنا أو الندوة العلمية اللي العنوان مالتها CRISPR-Cas9 Genome Editing as a Novel Tool in Cancer and Microbiology Applications. طبعا أغلبنا أو بعضنا سامع أو يعني يتمنى الحصول على أطفال حسب الطلب. هذا كانت ماكو يعني فد نكتة أو نظرية عند يعني عند البعض يقول أكو أطفال حسب الطلب أو genetically modified babies، لكن ويا هذه تقنية الكريسبر كاس 9 أصبح من الممكن الحصول على أطفال حسب الطلب. صحيح لحد الآن ما يعني قطع الشوط كبير بها، لكن هناك العديد من البحوث التي نشرت تدل على أن بإمكانه يصير genetically modified babies. يعني توقع يوم من الأيام يصير عندك يعني application maybe، وتختار مواصفات الطفل حسب يعني رغبتك، سواء كان من حيث الموفولوجي، الشكل، العيون، الشعر، الطول، وحتى الذكاء، مستوى الذكاء. فهذا يعني هاي النوع من أنواع التقنيات أو tools فتحت مجال جدا واسع من المجالات اللي طبقت فيها حديثاً. استخدم الكريسبر كاس 9 في علاج الأوبسيتي السمنة، وكما تلاحظون هذا النشر الخبر يعني استخدمت على الفئران حالياً. استخدم كذلك في علاج الديسفنكشن بالمسلس، وطبعاً جربوها على المايس كذلك. وفي هذه السنة فبروري 2020 طبعاً the first time CRISPR can be safely used in cancer research. يعني ممكن أن تستخدم هذه التقنية في علاج السرطان أو على الأقل بحث حول علاجه. طبعاً وكما نعرف، والخطوة الأخيرة هنا تلاحظون الصين بصراحة أنتجت human genetically modified، يعني إلى حد ما أن هو بيبي حصل الطلب، يعني سووا تحوير ب يعني اثنين أطفال، اثنين يمتلكون تحوير جيني، بحيث هذا التحوير الجيني يخليهم مقاومين إلى فيروس الـ HIV، لفيروس الأيدز. فيعني هاي نظرة بسيطة ويعني خاطفة مثل ما يقولون حول تقنية الكريسبر وشلون استخدمت. طبعا رب سائل يسأل هل هي فقط للهيومن أن تستخدم؟ لا، جواب لا. يمكن أن تستخدم مع البيج أنيمال مثل الكاتلز، ممكن أن تستخدم مع الفيش، مع البلانت، تستخدم مع الإنسكت، تستخدم ويا الفنجس ويا البكتيريا، وحتى
مع الكوفيد 19 اللي هو مثل ما ذكر السيد رئيس الجامعه انه سبب انه مشكله خصوصا بالعراق وسوى ديلاي بالوقت مال الطلاب ان يرجعون والاساتذه. فان شاء الله راح اذكر سلايد مؤخرا حول شلون استخدام الكوسبر كاس 9 مع الكوفيد 19. طبعا من لم يذكر المخلوق لم يذكر الخالق. الشكر الجزيل يعني فور للدكتور تين البايونير الدكتورة جينيفر والدكتورة إيمانويل. دكتورة جينيفر من جامعة كاليفورنيا يو اس ومانويل دكتور مانويل رئيسة مركز الماكس برلين جيرماني. طبعا تو ليديز هم اللي اكتشفوا ووضعوا هذا السيستم يعني متناول ايدي الباحثين. طبعا السؤال هنا راح يكون متشعب حول الكريسبر كاس 9 بس احاول ان اضع الاوتلاينز او المحاور مال الحديث مالته بثلاث محاور. المحور الاول راح يتحدث حول الستركتشر والفانكشن مال الكريسبر كاس 9 شلون يستخدم. اثنين المحور الثاني التطبيق مالته مع في مجال الكانسر. والمحور الثالث تطبيقه في مجال الميكروبيولوجي. طبعا انا ما احاول في هذا يعني البرزنتيشن او المحاضره البسيطه انا اغطي كل شيء. هذا واحد. اثنين راح تشوفون احاول ان اغطي على المجال الخاص بشلون نستخدم التقنيه شلون ممكن نسوي لها ادابتيشن ونجيبها الى البلد او نستخدمها شلون الباحثين مالتنا يقدرون يستخدموها. وراح تشوفون راح اعطيكم امثله واقعيه من عملي هنا وواحد من البروجكتات اللي اشتغلتها بالبي اتش دي شلون استخدمها. فاذا الخليه من تتعرض للكريسبر العفو للفيروس من تصاب راح تنتج الكريسبر بروتين. وهذا الكريسبر بروتين راح 1 و 2 راح يتوجه الى الدي ان اي والار ان اي للفيروس حسب النوع مالته راح يحاول ان يقطعه. من يقطعه راح وين يسوي له يحشره هنا داخل الجينوم او كروموسوم الدي ان اي مال البكتيريا حتى شنو يصبح شلون الميموري سيل دي الخليه اللي يسمى كريسبر اراي. إذا أصابت الخلية راح شو تسوي؟ راح تسوي ترانسكريبشن المن هذا الكريسبر أري وتنتج بشكل بري كريسبر آر إن إي اللي راح الكريسبر بروتين يقطعه ويسوي ماتشور وراح يرتبط وياه يكون وسيلة دفاعية للبكتيريا. إذا أصابت البكتيريا مرة أخرى راح شو تحاول تستخدم هذا السيستم اللي عنده هاي الميموري وتحاول أن تهاجم الدي إن إي والآر إن إي مال الفيروس وتقضي عليه. طبعاً الدكتورتين اللي ذكرتهم جينيفر وإيمانويل انتبهوا على هذا السيستم. أوكي بإمكان نسوي أدابتيشن تحوير بسيط على السيستم ونقدر نستخدمه بالحيوان وبالنبات وبالإنسان وشفتوا مجالات متعددة. طبعا الكاس بروتين أكو أنواع مختلفة منه. أكو 3 categories like mainly. الأول يعني type 1 type 2 type 3 يعني هاي الانواع تختلف من بعض يعني ما بينها باختلاف البروتين والتركيب والتارجت مالتها هل هو دي ان اي او ار ان اي. طبعا لضيق الوقت اليوم انا ما اريد اطول ساعات وياكم راح بس نتحدث عن التايب 2 بي اللي هو كاس 9 واللي هو اكثر استخداما وشهره. حتى نتعرف على هذا البروتين او على هذا السيستم هنا فد شريط يوضح الدومينات ستراكشر مال البروتين. طبعا البروتين يعني حجمه كلش كبير حجمه 160 كيلو دالتون يعني يعتبر بروتين كبير يتكون من ما يقارب 1368 امينو اسيد. تشوفونه موزع الدومينات مختلفه كل دومين يمتلك فد كلر معين يعني يشير الى شيء معين. ما احب ان اقتل بيه لان هذا فد شيء طويل الموضوع عن تغطي. الصوره الثانيه توضح شكل ال 3 دايمنشن المن للبروتين تشوفه بعده اشكال وبعده اتجاهات توضح هاي الدومينات هنا. طبعا هذا يدلك على يعني يعطيك فكره عن البروتين شلون شكله وشلون راح يشتغل. البروتين وحده ما راح يشتغل يراد له جايد ار ان اي. الجايد ار ان اي من اسمه جايد ار ان اي يعني دليل. البروتين موجود بس يحتاج من يدل على المكان حتى يروح يشتغل. الدليل مالته هو الجايد ار ان اي يتكون بشكل اساسي من جزئين. الجزء هذا يسمى السكافولد يعني حتى نبسط او تكون الرؤيه واضحه هنا انا جبت لكم يعني شكل كرتوني يعني يوضح ارتباط البروتين مع الجايدر ان اي مع الدي ان اي مال الخليه. عاد هنا مثل الدي ان اي مال الخليه
وهنا هذا الجايد ار ان اي والسكافولد مالته وهذا هنا البروتين مال الكاس 9 يرتبطون يسوون كومبلكس. طبعا واحده من الامور جدا مهمه لهذا البروتين او عمله سبحان الله الى فد يعني انديكيتر او في مكان يروح له اللي هو بام سيكونس. هذا البام سيكونس كانما دليل وين موجود البروتين يروح يسوي الاسكان ويوقف عليه ويشيك هل هو عنده قاعد انا يشابه ما بعد السيكونس مالته ولا لا. طبعا في حاله هذا الكاس 9 اكو ان جي جي واللي معناها ان اي بيس بير او نيوكليوتيد اثنان جي جي جوانين جوانين. طبعا السؤال هنا يكون لا وارد هل بس هذا النوع موجود من الجايد ار ان العفو البام سيكونس لهذا الكاس 9؟ لا هناك انواع جدا هواي. طبعا هذا هو النوع الاكثر شهره اللي استخلص من بكتيريا ستريبتوكوكوس بايوجينز اللي هو ان جي جي. على سبيل المثال هنا اكو انواع اخرى ان جي سي جي او من النيسيريا ايضا عندنا ان 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 جي تي تي او السي اف سي تي اف 1 اللي تي تي ان. طبعا شنو الغايه لان وضعت هذا التيبل هنا الغايه من عندها ان تعطيك فكره انت ما راح تكون ليمتد بس فقط بالان جي جي. هذا واحد. اثنين انت بعض الجينات اللي تحاول ان تستهدفها بعضها يعني ما عندك المكان المناسب للان جي جي فتحاول ان تروح على كاس اخر كاس 9 اخر يحتوي على بام سيكونس مختلف تقدر تستخدمه. طبعا هناك العديد من الامور اللي تقدر تستخدمها وتطبقها مع الكاس 9 اعرف يعني استعرضها بشكل سريع. فالباحثين والاخوه الريسيرشر اللي عنده انترست بالموضوع راح يكون يعني يغطي الى حد ما. فالنوع الاول هو الجين اديتنج العفو وهو اللي اكثر استخداما. احنا توضح حتى يكون الصوره واضحه هنا النيوكليوس مال الخليه وهذا مننا الدي ان اي كشريط مننا جايبينه حتى يوضح وهذا الكاس 9 وهذا الجايدر ان اي مالته. فيستخدم في عمليه الاديتنج الصوره الاساسيه هو الاندل اضافه وحذف لقواعد النيتروجين داخل الدي ان اي. طبعا راح اذكر عنه أو أتحدث عنه مور بالاستعدادات اللاحقة. التطبيق الآخر للكريسبر تكنولوجي هي الجين ريجوليشن. إحنا نعرف بعض الجينات بحد ذاتها يصير لها هي سايلنسينج أو أوفر إكسبريشن أو إكسبريشن يصير أكتف إلها. فحتى نتعامل وياها نقدر يعني اللي هي أصلاً سايلنس ما تشتغل نقدر نشغلها ومشتغلة نقدر نوقفها عن طريق الجين ريجوليشن. كاس 9. التطبيق الآخر إبي جينوم إديتنج. الإبي جينوم إديتنج هنا نقصد إحنا نعرف الإبي جينيتك إلها يعني مو بس الدي إن إيه هو اللي يشتغل. أكو أمور أخرى جاية من الهستون ومن الدي إن إيه بحد ذاته ميثيليشن أستيليشن فوسفوريليشن هاي تدخل في عملية ترانسكريبشن ترانسليشن. تقدر تستخدم الكاس 9 ان تزيل الميثيليشن او الفوسفوريليشن وتقدر تخلي اكتيفيشن او ان اكتيف للجين. التطبيق الاخر اللي هو كروماتين ايميجينج. طبعا الكروماتين ايميجينج شيء كلش مهم ان نصور اماكن الكروماتين داخل النيوكليوس. كما يعني تلاحظون هنا تقدر تربط الكاس 9 بعده بروتينات الوان مختلفه على سبيل المثال هنا اللون الاصفر واللون الاحمر. وهذه من راح يدخل داخل الخليه راح تعطيك الى حد ما ابعاد يعني هاي الجينات او المكان اللي انت سويت له تارجتنج راح تشوف ايش قد ابعاده عن بعضها البعض. طبعا هذا كله يعتمد نرجع نقول على الجايد ار ان اي والديزاين مالته. التطبيق الاخر هو البيز اديتنج. هذا على اساس نيوكليوتيد وحده. على سبيل المثال السكل سيل انيميا هذا المرض ينتج من ميوتيشن وحده العفو من الجي اي جي الى جي تي جي من جلوتاميك الى فالي. هذا يسبب يعني يغير شكل الخليه يعني ريد سيلز ويخليها غير يعني كيبابل الى ان تاخذ الاكسجين وتنقله خلال الجسم. ولذلك هاي التقنيه تكون كلش مهمه ان تستخدم. نوع مهم كله جدا هو الكاس 13 اللي هذا يختلف عن الكاس الـ يعني البروتينات الاخرى. هذا يتارجت المن تارجت للار ان اي مو للدي ان اي. هذا كلش مهم
خصوصا بالفيروسات الار ان اي، يعني الجينوم معناتها ار ان اي، فنقدر نتعامل وياها، او ما بعد الترانسكريبشن نقدر نسوي تارجتنج للار ان اي. التطبيق الاخير هو الكروماتين توبولوجي، راح تربط اثنين كاس 9 مع بروتينات لها الالفه اللي ترتبط مع بعضهم، تقدر تجزن ويروح يعني بالتقنيه معينه راح يطلع لك الشكل مال الكروماتين وبالتالي الكروموسوم. طبعا حديثنا اليوم راح يكون على الجين اديتنج، مستحيل نقدر نغطي هاي الفروع كليتها. والجين اديتنج هنا بس احب ان انوه مره اخرى على هنا البروتين كاس 9 وهذا الدي ان اي مال الخليه، وهنا الجايد ار ان اي، وين هنا يقطع هاي اشكال المقص، وهنا هذا الفايل سيكونس اللي راح يسوي سيكونس العفو سيكونس. طبعا الخليه من رحم احنا الكاس 9 يجي هنا يشخصها وراح يقطع الدي ان اي. من راح يقطع الدي ان اي الخليه ك يعني فد مو نقول رد فعل، خلينا نقول رد فعل على القطع، لازم تنحمل الدي ان اي والا تموت الخليه، يسبب مشكله. فتنحمى، من تنحمى راح يصير بعض الاحيان يصير جين ديسربشن، الخليه ما تنحمى بشكل صحيح ويصير بعض الاحيان يعني فريم شيفت او ميوتيشن. الخليه في بعض الاحيان طبعا هذا النوع يسموه نان هومولوجي ان جوينينج، الخليه قد تستفيد من اليل ثاني او كوبي موجود للجين، من يصير في ديسربشن هنا الخليه تحت يعني تحاول ان تجيب القطعه المناسبه وتنحمها ويرجع الجين يعني مثل ما نقول كوركت وصحيح. الجزء الاخير والمهم اللي هو هذا يعني كثير من التطبيقات تشتغل عليه اللي هو الهومولوجي دايركتد ريبير ال اتش دي ار. ال اتش دي ار شنو هنا؟ ورا ما الخليه تقطع انت شو تسوي؟ انت تضيف دونر دي ان اي. هذا الدونر هو هذا الدي ان اي، انت من تدز الخليه هي راح تستقبله، راح شو تسوي؟ طبعا يكون يعني لابد ان يكون مشابه للنهايه هنا، راح تسوي له انسرشن داخل الدي ان اي، وبالنتيجة أنت تستغل هاي الثغرة داخل الخلية وتقدر تضيف أو تحذف الجين اللي تريده أو يعني الصفة اللي تريده. هذا طبعا فيديو قصير يوضح شلون كريسبر كاس 9 يشتغل داخل الخلية. طبعا هذا الـ 3D dimension للكاس 9. هنا هذا البروتين وهذا الجايد ار ان اي، السنجل جايد ار ان اي جاي يشوفونه باللون الاحمر. طبعا الارتباط اللي بيناتهم راح يسوي لك الكريسبر كومبلكس. هذا الكريسبر كومبلكس راح يسوي يجي هذا هنا الدي ان اي مال الخليه، من يفل ده يعني الدي ان اي مال الخليه يجي يسوي سكان على اليمن على البام سيكونس اللي هسه هنا راح يظهر. هذا الانزيم شو يسوي؟ من يلقاه راح حراسة يرتبط به. بعدين شو يسوي؟ يفتح الـ DNA مال الخلية انوندنج يسويها ويسوي ماتشنج ويا الـ guide RNA الموجود. إذا صار ماتشنج ويا هسه أنا تلاحظون يصير ماتشنج بين الـ guide RNA وبين الستران مال الـ DNA الموجود، راح شو يسوي؟ راح هنا موجود طبعا الـ Cas9 هو عبارة عن endonuclease، هو انزيم يقطع الدي ان اي. فمن يصير تماما يعني ماتش راح يتفعل الكاس 9 ويقطع الدي ان اي. راح تلاحظون هنا قطع الدي ان اي، من قطع الخلايا الخليه العفو تحاول ان تسوي تصحح هذا القطع وترجع تلحمه عن طريق طبعا اليه الفولومرايز والريبير. راح تضيف القطع هنا، تشوفون هاي النيوكليوتيدات الضافت او البيس بير اللي لونها اسود، هذا معناها صار يعني ميوتيشن في بعض الاحيان او سكار. هذا اللي يسبب يعني هذا الاندل اضافه او حذف يصير. بنفس الوقت تقدر هنا تضيف هذا اللون الجوزي اللي يبين هنا عندي، هذا اللي الطريقه الاخرى الـ HDR، تقدر تضيف يعني جين كامل داخل الخليه أو جزء من الجين. طبعاً حتى الآن إحنا شوية أعطينا في الفكرة عن الكاس 9 وتركيبته والجايد آر إن إيه
السؤال هنا شلون دخل الكاس 9 والجايدلاين داخل الخلية؟ لأن احنا خلايانا سواء كان الإنسان أو الماميليان أو الحيوانات الأخرى ما بيها الكريسبر كاس 9 كبروتين، موجودة فقط بالبكتيريا والآركيا. فلا بد أن في الوسيلة الداخلة داخل الخلية حتى تخليه يشتغل داخل الخلية. طبعا هناك ثلاث طرق أساسية لإدخال يعني هذا الكومبلكس داخل الخلية. الطريقة الأولى اللي هي عن طريق بلازما فيكتور اللي يكون حامل عليه من على الدي ان اي مال الكاس 9 والهومولوجي ارمز والجايد ار ان اي. ميبي بعض الاحيان يكون يعني فيكتور واحد او اكثر ممكن ان يدخل داخل الخليه. طبعا هاي الخليه بصوره عامه هذا النيوكليوس مالتها، فمن يدخل الدي ان اي وين يروح؟ لان يروح الى النيوكليوس بيصير له ترانسكريبشن، يصير له ترانسكريبشن راح ينتج الجايد ار ان اي والكاس 9 ام ار ان اي. وراح يصير الترانسليشن يديك البروتين، وهنا راح يصير كومبلكس. الكومبلكس يدخل داخل النواة ويشتغل ويقطع مثل ما يفهم بالبيت. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية لا، الكاس 9 الأمر اللي مال الكاس 9 هو الجايد ار ان اي اوريدي موجودة تقدر تحقنهم داخل الخلية. طبعا أصحاب الاختصاص يعرفون شلون يقدرون يدخلون فراجمنت مال دي ان اي داخل الخلية، واللي وراها العفو راح يهم يسوي لها ترانسكريبشن ويدخل داخل النواة. الطريقة الثالثة لا، أنت تجيب البروتين هو الكاس 9 تتجه داخل البكتيريا على سبيل المثال، وتجيب الجايد ار ان اي يسوي الكومبلكس وتدخل الكومبلكس مباشرة داخل الخلية. طبعا لكل طريقة لها فوائدها ومضارها. مثلا على هاي على سبيل المثال هذه الطريقة الأولى تدخل الدي ان اي يكون شوية أسرع ومور ستيبل، هنا يكون أقل ستيبل، وهنا الكاس 9 لا أصلاً يعني ما يبقى فترات طويلة. هذا مفيد هنا خصوصاً في عملية الثيرابي إذا تدخل داخل الجسم، لأن ما راح يبقى الكاس 9 فترة طويلة يسبب له ديجريديشن داخل الخلية. فبكل طريقة فوائدها مضاعفة نفس الوقت. مثل ما يعني ذكرت بداية المحاضرة أن يعني همي أن أوصل في النقطة شلون نقدر نستخدم هذا السيستم سواء كان بالعراق أو باحثين بأي مكان آخر عشان يستخدموه. فلا بد أن نعطي يعني الصورة العملية شلون نقدر نستخدم هذا الكاس 9. فبالبداية هو الشيء المهم وجدا مهم نستخدم يعني بعض السوفتويرات سواء كانت أونلاين فري بعضها أو بعضها لازم purchase تشتريها تستخدمها لسوي ديزاين للجايد ار ان اي. وما سوي ديزاين للجايد ار ان اي العفو تختار نوع من انواع البكتيرات. طبعا هاي البكتيرات اللي هي بلازميد او بلازميد هذه البكتيرات راح تكون محمله بالكاس 9 ومكان تقدر تدخل من عند الجايد ار ان اي. طبعا اسوي له كلوني كونستراكت ورا ما تكمل الدخله طبعا بالاي كولاي عاده واسوي له تكفير وتنقي. ورا ما تنقي راح اسوي له ترانسفكشن للخليه على سبيل المثال خلايا الكانسر سيل. من سوي ترانسفكشن راح يدخل هاي البروت العفو هاي الدي ان اي داخل الخليه مثل ما وضحت بالسلايد القبله راح يتحول الى بروتين، والبروتين يكون يقطع الشفون هاي اللون الاحمر فمعناه قطع بالدي ان اي. هنا انا راح يصير الكاس 9 يرتبط ويقطع ويسوي ديسربشن للجين. زين مثل ما نلاحظ هنا مو كل الخلايا صار بها الايديتنج، بعض الخلايا هنا تشوفون ما صار بها اي شيء وهذا شيء نورمال لأن مو كلهم يأخذون الـ DNA ومو كلهم يسوون transcription translation للـ Cas9. ولذلك لابد أن نسوي screening تبحث عن الخلايا اللي اشتغلت عن ما اشتغلت. أكو طريقتين أساسية تبحث عن الخلايا اللي اشتغلت أو صار بها الـ editing. طريقة الـ flow cytometry اللي هي راح يسوي sorting راح داخل الخلايا يفصلها على أساس الشكل والحجم، وبعض الأحيان ضايفين الـ GFB على أساس اللون و العفو يوصلها. الطريقة الثانية عن طريق الفيورومايسن. هذه الفكترات في بعض الأحيان بها أو أنت تسويها يعني الأوردر اللي تقدر تشتغلها بها فيورومايسن. فمن يدخل الفيوروم يعني الفيورومايسن جين يصير خلية ريزيستنت للفيورومايسن، وعلى أساسها تقدر تنتقي يعني الكولونيز اللي صارت بها فيورومايسن ريزيستنت. وراها راح يصير عملية السلكشن، ورا ما اختاريت من
الويلز اللي يشتغل بيها راح تصير سلكشن وما تكثرها. من تكثر الخلايا طبعا هاي شو يعني يحتاج طبعا في بعض الاحيان الى اشهر لتوصل الى نقطه البوزيتيف ريزلت وتسوي لها بروبيجيشن. وراها لابد ان تتاكد على مو الفاينل، لابد ان تتاكد. هناك عدة طرق بس الاشهرها والاكثر يعني استخدام الوسم النقاط. مثلا على سبيل المثال انا سويت تارجتنج للجين اكس، اروح ابغى الجين اكس هل هو موجود ولا ينتج هذا البروتين ولا لا. اذا ما انتج البروتين دلاله على ان انا سويت ديستركشن ووقفت. اذا انتج البروتين ف يعني طريقه السكريننج والسلكشن كان بها فد لحد ما مشكله. او طريقه البي سي ار خصوصا اذا انت تريد تسوي ميوتيشن مو شرط مرتبطه بالدي ان اي، يعني العفو يعني اكزوجين اكزون او بروتين. ف تستخدم الـ PCR سواء amplification على الحدود اللي انت كنت مسوي لها targeting وسوي لها amplification. من الأفليكون مع الـ PCR تستخدمه يعني تنقيه وتوديه للـ sequencing ومن يجيك الـ sequencing الطابق تشوف صحيح صار الـ editing لو ما صار. إذا صار يعني راح يديك positive result وتشتغل مع بعض. طبعا السؤال المهم هنا لحد الآن يعني لحد ما تعرفنا على التقنية وشلون تشتغل وشلون نقدر نصممها، السؤال وين نقدر نستخدمها وشلون نقدر نستخدمها. زين، لأن هو هذا الشيء المهم في هذه التقنية. المهم يعني عدة تولز شلون هنا نسمع عبارين عليها الفد الصانع والدرافيز أو السيزرز اللي تستخدمها أنت تستخدمها في الدي إن إيه. فلا بد أن عندك يعني في البروبلم تريد لها سولفينج، عندك هايبوثيسز شلون في تشتغل وتطبقها وتستخدم هذا السيستم بيها. حتى أعطيكم تجربة عملية أنا اشتغلتها يعني في البي اتش دي ماتي على البريست كانسر وشلون طلعت النتائج، حتى يكون الأمور يعني مو بس ثيوري نظرية وشلون يعني تكون واقعية وأقرب للتطبيق. أحب أن أعطي مقدمة جدا قصيرة عن البريست كانسر حتى توضح الصورة ليش أنا استخدمت يعني نوع من أنواع الخلايا وليش سوي التارجت. البريست كانسر طبعا يصنف عدة تصنيفات يصير له كلاسيفيكيشن، يعني أكو كلاسيفيكيشن على أساس الهيستوباثولوجي، على أساس الجريد، على أساس الستيج مالته، وبعض الأحيان على أساس الريسبتر الخلية فيها ريسبترات اللي هي ياما يعني تحتوي على ريسبترات متعددة، الاستروجين ريسبتر الـ ER أو البروجسترون ريسبتر الـ PR أو الـ HER2. هاي الريسبترات تشتغل يعني كأنما ناقلات للسيجنال من الخارج إلى الداخل. إذا خلية البريست كانسر إذا تمتلك على الـ ER راح تكون ER positive، وهو هذا الأغلب العام مال البريست كانسر. طبعاً هذا جداً مهم لأصحاب الاختصاص والفيزيشنز أن يعرفون شنو نوع الكانسر البريست كانسر ويا جهة يعود، لأن طريقة العلاج مالته في بعض الأحيان تختلف يعني باختلاف عن الجانب الآخر. طيب النوع الآخر اللي هو تقريبا 20% الهرتو اللي هو يمتلك فقط اليد العفو ينتج الهرتو ريسبتر خارج يعني على سطح الخلية. ونوع الأخير هو التربل نيجاتيف اللي هو تقريبا 15% اللي ما يعني ما ينتج أي واحد من تدني الريسبترات، واللي هو يكون مور أجريسيف يعني صعب أن تتعامل وياه وتعالجه. وبما أنه يعني الـ ER positive هي الأكثر population فكان الشغل عليها حتى نشوف إذا نقدر نساعد على العدد الهائل من الأشخاص المصابين بالبريست اللي عندهم positive ER positive. الاستروجين ريسبتر الفا نبذة بسيطة عن التركيب مالته والستركتشر مالته، يتكون من يعني 5 دومينات. الدومينات المهمة والأساسية سي دومين والإي دومين. السي دومين اللي هو راح يرتبط يسمونه دي ان اي بايندينج دومين، الإي ار الفا هو مو بس على السطح لا يدخل جوا لأن هو ترانسكريبشن فاكتور وينشط بعض الجينات الداون ستريم. والليجاند بايندينج دومين اللي يرتبط بالاستروجين داخل من تستقبل الخلية الأستروجين راح يرتبط بها وينشطها. طبعا هذا الستركتشر اللي 3 دايمنشن لكل البروتين. سويت سلايد حتى أوضح شلون الآلية مال الأستروجين ريسبتر الفا شلون يشتغل، حتى توضح عندكم الهايبوثيسيس شلون راح يسوي هايبوثيسيس وشلون يقدر يستخدم الكريسبر كاس 9 حتى يعالج مشكلة معينة. هذه الخلية
وهذه النواة بالداخل، وهذا فد رمز أو شكل للإستروجين ريسبتر، وهذا اللي هي شاكل بروتين. عادة سبحان الله داخل الخلية الإستروجين ريسبتر ألفا ينتج بس يعني كامشي أو مسوي له بلاكينج اللي هي شاكل بروتين أو حافظ عليه. لأن لما الإستروجين من ينتج داخل الجسم وينتج وتستقبل الخلية راح شو يسوي؟ راح الإستروجين راح يرتبط بمن بالإي آر. من يرتبط راح يسوي conformational change بالبروتين، راح يصير ريليس بينمن، يعني ينفتح الاستروجين عن الاستروجين ريسبتور عن الفي شوك بروتين، ورا ما يصير حور راح يصير له دايمرايزيشن، راح يصير كلتنيا سوية، وراها ينتقل البروتين المن الى النواة حتى منه يرتبط بالاستروجين ريسبتور المنت ويسوي ريكروتمنت يجيب الكو اكتيفيتر بعض البروتينات الاخرى وينشط الداونستريم جينز. عادة الداونستريم جينز للإستروجين ريسبتور ألفا تنتج إلى أو تؤدي إلى سيل ديفيجن وتومور جروث. فلاحظ أن الإستروجين ريسبتور ألفا عامل أساسي ومهم بنمو البريست كانسر النوع الموجب. طبعا هذا مو شيء جديد، سنين مكتشف هذا الباثوي وحاولوا أن يعالجوه. حاولوا يعالجوا بها طريقة، الطريقة أن يضيفون يعني هرمون ثيرابي اللي هو التاموكسيفين. التاموكسيفين نوع يعني شكله تركيبته looks like الاستروجين. فمن يضيفون التاموكسيفين راح يرتبط أو يتنافس ويا الاستروجين هنا مثل ما تلاحظون. بس يعني الارتباط أو شدة الارتباط ما تكون أقوى من الاستروجين، ولذلك يرتبط هو ويسوي conformational change بيمن بالاستروجين، وبالتالي يسوي راح يصير دايمرايزيشن ويروح الخلية. هاي النقطة من راح يصير دايمرايزيشن، هاي هنا هاي النقطة راح يشي يصير ريكروتمنت المن للكو ريبرسر مو الكو اكتيفيتر، ولذلك يسوي بلوكينج للجينات المسؤولة عن السيل ديفيجن والتومور جروث. طبعا لحد الان واحد يقول اوكي كلش ممتاز، خلينا نستعمل التاموكسيفين ونعالج يعني العظم فايست كانسر دي ار الفا بوزيتيف. الابحاث والسيرفيز وضحت او اظهرت ان 30 الى 40% من النساء اللي تتعالج بالتاموكسيفين ترجع تصاب مره اخرى، يصير ريلابس وريزيستنت للتاموكسيفين. فهذا كان يعني السؤال مطروح بالمختبر اللي انت تشتغل، شلون نقدر يعني نحاول نفهم ليش يصير يعني ريزيستنت، وأكبر طريقة يعني نتغلب عليها حتى تتغلب على الإستروجين ريسبتور ألفا يعني كما شفنا هنا، يعني هو يحاول يجيب كو اكتيفيتر كو ريبرسر، يعني أكو أعوان إلى بروتينات أخرى يعني تشتغل وياه. فقلنا نستخدم هذه التقنية تقنية الكريسبر كاس 9 ونشوف منو البروتينات المرتبطة. Somebody raise hand. زين. حتى نجاوب على هذا السؤال. حتى نجاوب على هذا السؤال. أكيد تقنية يسمونها السادلك stabilizer top labeling. هذه يعني بشكل مبسط أن تنمي الخلايا بوسطين مختلفات. من يا ناحية من ناحية الأرجينين. الأرجينين أكو اللايت وأكو هذه الأيزوتوب مالتها. تنمي تقريبا لمدة أسبوعين، خلال هاي الفترة أنت تسوي لها ترانسفكشن بالبلازميدات، أنت تسوي لها كونستراكت ونكملها، واحد من عدل الكونترول والثاني اللي هو يحتوي الاي ار الفا وتسوي لها ترانسفكت لها، طبعا يحتوي على الفلاج اللي هو تاب يرتبط بالبروتين يعني يسهل عليك أن تسحب البروتين بعدين. ورا تقريبا أسبوعين راح تسوي لايسز للخلية، ورا ما تسوي لايسز للخلية تسوي بيوريفيكيشن. البيوريفيكيشن يعني اكو طريقه معينه بيس يرتبط بها انتي بودي، وهذا الانتي بودي انتي فلايك راح يسحب الفلايك ويسحب البروتين. ولما تحصل على الليوشن ميكس راح تخلط نسبه 1:1 بين الـ يعني الهيفي واللايت، وبعدين شو تسوي ترن اس دي اس بيج حتى شنو تسوي، حتى تفصل البنوم، تفصل يعني البروتينات داخل يعني اللي طلعت من الليوشن. من تفصل البروتينات راح تقطع منه هاي الباندات والديسات، بس علما بالماس سبات فاسيلتي.
من الدزل ما تسألك راح شو يصير، راح يسوي لك أناليسز يحللونها ويعني يعطوك فد الداتا تقدر تحللها عن طريق عدد البروجرامز. بالنتيجة الشكل المبسط للداتا راح يكون يعني هذا ال يعني هذا الجراف الريلاتيف انتنسيتي على العفو الماس للتشارج النسبة. فإذا كان المتشابهات بالطول يعني هذا التو كولومز الأحمر والأزرق معناه هذا البروتين يعني ما له علاقة بالإيار ألفا. بس هنا راح تشوفون نسبة الجاي من الريد أكثر من الجاي من الأزرق بوبيليشن، ولذلك هذا يدل على أنه إنهانس وهذا يدل على أنه مرتبط بالاستروجين ريسبتور. طبعا حصلنا على مجموعة من البروتينات، بس كان البروتين الأكثر يعني جذب انتباهنا هو الهات 1 هيستون اسيل ترانسبريز. هذا الشكل الثلاثي له 3 دايمنشن، وهنا الفعاليه مالته مال الانزيم شلون يشتغل، يضيف الاسيتيل جروب للهيستونز. الشغل مالته هذا البروتين شلون راح يكون؟ طبعا احنا داخل الجسم مو بس دي ان اي مفتوح شلون يعني البكتيريا، اكو بي يعني تركيبات معقده اكثر يعني الكروماتين والكروموسوم. في حالة الكروماتين لك نوعين أو two states مالته، أكو ياما closed ياما open. الكلوزد هنا هذا ما معناه ماكو أكو transcription، الخلية ما تنتج أي بروتين من هذا المكان. حتى تنتج البروتين المعين شي يصير الهات اللي هستون أستيل ترانسفيريز راح يجي يدخل ويسوي relaxation المن للكروماتين ويسوي open، وبالتالي يعني البوليمرايز راح يجي ويسوي transcription translation للبروتين المطلوب. طبعا شفنا هذا الشيء كلش مهم ومرتبط بالاستروجين ريسبتور الفا. حتى نثبت انه هذا يكون حقيقه، لان مو اول ما طلعت لك النتيجه لابد اي هذا لابد يعني هاي خلصنا طلعت النتيجه وهذا راح يرتبط، لابد ان نثبتها بشكل اخر حتى نكون يعني امينين ودقيقين ان هذا البروتين صحيح يرتبط بالار الفا. ف لابد يعني واحده من التجارب اللي سويناها سوينا الاميرو بريسيبيتيشن. الاميرو بريسيبيتيشن بشكل سريع شنو هي؟ راح تكون بهالطريقة هاي. اثنين من الخلايا اللي هي تحتوي على البروتين مالتك، هاي الخلايا آخر شيء يسوي لها هارفستينج ولايسيس. يعني ورا ما يسوي لها لايسيس وسنترفيوج يعني السوبرنيتد راح تاخذه وتخلطه ويا من؟ تخلطه مع البيت. هاي البيت اللي هي بيها يعني كريات بيها انتيبادي، وهذا انتيبادي سبيسيفيك للالفا، وراح ترتبط به بحيث من تسوي سنترفيوج هاي البيت راح تجيب الاي ان الفا والكومبلكس ويا. طبعا قبل ما نسوي نيوش نسوي واش اوف شكو ارتباط غير مو سبيسيفيك مو دقيق او يعني مو دقيق مو مضبوط او مو حقيقي وين هي الفا، راح نتخلص من عنده وبعدين نسوي اناليسيس فريند اس دي اس بيج وسم بلوت حتى نشوف البروتين مالتك. طبعا سوينا هذه التجربه الان فيفو والان فيترو بشكل جدا يعني سريع. هنا تلاحظون هذا الاي جي جي از كنترول، وهنا هي الفا الخلايا الام سي اس 7 مال بريست كانسر تشوفون هنا يرتبط بيه. بعدين سويناها ان فيترو، انتجنا البروتينات اثنيناتهم وربطنا يعني خليناهم ببفر وشفناهم هل يرتبطون. تشوفون هنا ارتبط مقارنه بين بالكنترول ما في اي رابط. هذا يدل على انه التقنيه والشغل اللي اشتغلناه كان حقيقي ويعطي ريزلت حقيقيه. فورا ما عرفنا انه هذا البروتين يرتبط ويرتبط مع اليار الفا وله فد فعاليه، السؤال هنا شلون ان نعرف شنو التاثير على الاستروجين ريسبتور الفا؟ التقنيه اللي كانت قبل الكريسبر كاس 9 في عمليه السايلنسينج اللي هي الاس اي ار ان اي والاس اتش اي ار ان اي ما احب اخذ بها لانه مو موضوع حديثنا، ولكن حبيت اقارنها ويا مع الكريسبر كاس 9. هنا استخدمتها راح تشوفون هنا هاي يعني الخلايا اللي بيها الاساس الحذف 1 سايلنس، راح تشوف كميته بالنسبه للكنترول كلش قل. هذا مع معناه كميه قليله من البروتين جدا، كميه كلش قليله من البروتين كانت تفرز مقارنه بالكنترول. يعني سوينا له سايلنس نوك داون مقارنه بالكريسبر. من اجل الكريسبر طبعا اصبح الاستخدام مالته بشكل يعني هذلي بال 2013 2014 بعد ما يعني طرح مالت البروتوكول بالنيتشر، وصراحه استخدمنا البروتوكول كان يعني تعاون مع جامعه هارفورد وام اي تي، استخدمنا البروتوكول مالتهم وكان يعني في حقيقه يعني ممتاز جدا واعطى نتائج
لو تلاحظون هنا هذا الكنترول وهذا النوك النوك اوت شوفون تقريبا زيرو بروتين او كانت ديتكتد مقارنه بالاساسير. ورغم حذفنا الهاتوان من الخليه السؤال اللي بعده زين الخليه راح شنو تسوي خليه البريست كانسر ورغم شنو الهاتوان شنو راح تسوي شنو اللي يعني رده الفعل مالتها وهل هذا الهاتوان بروتين له فعاليه ولا لا. طبعا حتى نجاوب على هذا السؤال اكو تقنيه تدوب وصف رايز بشكل مبسط هاي التقنيه تسوي كونستراكت لاثنين فكتورات هذا الفكتور الاول اللي هو يتضمن منه البروموتر اللي هو الخاص بالنيور الفا وفاير فلاي لوسيف رايز جين اللي راح ينتج والكنترول اللي هو الرونيلا. وانا ما تكمل هنا راح تسوي الانترانسفكشن داخل الخليه من داخل الخليه راح تنتج يعني تستخدم هاي الفكتورات وراح تنتج البروتين مال الرونيلا اولويز راح ينتج ليش لان هنا البروموتر اولويز يعني اكتف مثل هيتشاك بروتين بروموتر هنا البروموتر الخاص بي بالليار الفا ما راح ينتج اذا يعني راح يتاثر انتاج الليار الفا اعتمادا على الهاف 1 فمقارنه بين تو بوبيوليشن الواحد البوبيوليشن اللي هاف 1 موجود واللي سوينا له نوك اوت سويناها وراها جمعنا الخلايا سوينا لها لايسيس اكستراكشن ونضيف فاير فلاي لوسوفين للبروتين لان احنا انتجنا الانزيم راح يكسر او يقطع البروتين من قطعه راح يعطي اللون وهذا اللون الاصفر ممكن ان تقدر يعني تقيسه ب يعني اجهزه خاصه وراها تضيف الرونيلا لوسوفين ككنترول حتى تضبط الشغل مالتك كانترنال كنترول والنتيجه راح تكون يعني النتيجه راح تقارن تقسم اللي يطلع لك من الفاير فلاي لوسوفريز على رونيلا يعطيك يعني ديجري ايش صار التغيير. سوينا هاي التجربه وكما تلاحظون هنا هذا الكنترول على نسبه الفعاليه مال البروموتر اللي عرفها وشوف من سوينا نوك اوت للهات 1 نشوف زادت سيجنفيكانت هذا شيء يدل على ان البروتين حقيقه يرتبط ويشتغل كسبريسر يوقف الجين اللي هو الالفا. طبعا بعد تجارب عديده توصلنا الى فد يعني فد موديل انه شلون الهات 1 يشتغل ويا الالفا. طبعا هذا الالفا هنا هذا الدي ان اي مال الخليه هنا الهيستون بروتينز هنا الاستروجين ريسبتور element يجي يرتبط عليها الار الفا ويصير اكتيفيشن ويخلي الخلايا تموت. في حال وجود الهات 1 راح يصير الهات 1 يرتبط مثل ما تلاحظون يرتبط بمن يرتبط بالار الفا ويمنعه من يرتبط بالهستون والاي ار اي ويسبب يعني يقلل من الاكتيفيتي مالته. وبعض يعني بعد عده تجارب اثبتنا اكو بروتين اخر كو فاكتور ويا الهات 1 يرتبطن مع بعضهم حتى يمنع على الار الفا وتصير يعني نسبة السفرشن كلش عالية. السؤال هنا زين شنو الفائدة يعني هسه شنو الفائدة من هذا الشغل كله هل ممكن أن نطبقها ممكن أن نستخدمها في علاج الكانسر؟ نعم إلى حد ما طبعاً مو بالضرورة الجينات اشتغلت عليه اشتغلت على عدة جينات من عدة اشتغلت كوكتيفيتر كوربريسر بعضها العلاقة جداً مهمة ككانديديت للثيرابي. شلون نقدر نستخدم هاي الجينات؟ الطريقة الأولى هناك عدة ثلاث طرق أساسية. الطريقة الأولى أنت تقدر تأخذ الخلايا طبعا هذا مثلا الشخص المصاب بالبريست كانسر تأخذ السكن مالته تحوله علما إلى induced pluripotent stem cell عن طريق reprogramming ومن ثم بعد ما reprogramming تأخذ هذه الخلية وتصفها بالكاس 9 وتحذف الجين اللي أنت يعني الانترست بي أو شفته يأثر على الخلايا مثل يعني الهات 1 او غيره وراها تختار الخلايا وورا ما تضبط الخلايا نشتغل بها عدل تقدر تحتنها مرة تلاحظ للشخص وراح توقع يتماثل للشفاء او على الاقل تساعده ان يتماثل للشفاء اذا كان طبعا الجين والفعالية ما تكلش يعني هاي. الطريقة الاخرى لا تاخذ من الادلت مباشرة السيل وبعدين نسوي لها اصابة بنوع من انواع الفيروسات محمل بالكاس 9
الجايد ار ان اي ومن ثم اسوي عمليه السلكشن وتحتها مره ثانيه الشخص يا اما تحتها سيستماتيكلي او لوكالي وراح تشتغل داخل جسم الانسان. طبعا بعض الاحيان يقول اوه هاي شيء يعني كلش هواي وفيروسات واستمسال وكذا. نعم خصوصا في بعض الانواع من عفوا الكانسر يعني الشخص يعني انت الدكتور يقول له ما عندنا يعني لك يعني يعني عندك وقت محدود وراها يعني تتوفى. فلذلك اي تجربه تستخدمها واي طريقه تستخدمها انها تساعد هذا الشخص ان يبقى لفتره اطول او يعيش او يعني كيور سبب الديزيز راح تكون كلش ناجحه. الطريقه الثانيه لا تكون ان فيترو ثيرابي بس دي كانت ان فيترو داخل الجسم تاخذ جزء من الخلايا تروح تتعامل وياها يعني انجينير وترجعها. الان فيترو ثيرابي لا تجيب الكاس 9 او الدي ان اي مالته وتحملها داخل الفيروس ومباشره تدخلها داخل جسم الانسان وراح تشتغل داخل جسم الانسان. او الطريقه الاخرى الاندايركت ثيرابيوتيك ابروش ان فيترو هاي راح تكون يعني اشبه ب يعني سكرينينج للدراج يعني الكانسر دراج. احنا في بامريكا يعني حتى يصير بروف للدراج معين علاج معين للكانسر خصوصا يوصل لعشر سنوات يلا يثبت ان اوكي هذا الدراج لازم ممكن ان يستخدم. فحتى تقلل يعني هذا التايم تسوي له اختصار تقدر تستخدم هاي التقنيه تسوي لايبراري من الكريسبر وتدخلها داخل الفيروسات وتوديها يعني تصيب بها تشو كلتشر او يعني انيمال موديل وتشوف من الدراج اللي راح يشتغل عليها اللي الدراج راح يشتغل عليها راح تتعامل وياها. يعني اشبه مما جمعت البكتيريولوجي اشبه بال يعني الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي شلون الديسك تحطه وتشوف فيها انتي بايوتيك يشتغل. طبعا هذا كان جزء حديثنا حول كريسبر كاس 9 وتطبيقاته مع الكانسر ويعني وضحت لكم يعني الشكل الفعلي شلون استخدمته في الحياه شلون النتائج. المحور الاخر اللي حبيت ان اوضحه او اتطرق له هو الكريسبر كاس 9 بالمايكروبيولوجي. طبعا انا ادري الوقت مالتي كلش طلع الزايد واختصارا للوقت راح يعني اعرض سلايدين او اكثر حول المايكروبيولوجي تطبيقاته. بشكل سريع واحد من التطبيقات المهمه في حياتنا اليوم هي الكوفيد 19 هذا الفيروس. طبعا اكو هواي طرق لتشخيصه ويسوي له ديتكشن اكو سيرولوجيكال ميثود اكو موليكولار ميثود والموليكولار ميثود عده انواع. واحده من هذه الانواع او الكريسبر كاس 9 يستخدم في تشخيص الكوفيد 19. شلون؟ هنا هذا مخطط نوضح. من يجي الشخص المريض تاخذ من عنده سواب السواب مالته طبعا اذا حامل للفيروس او ما حامل للفيروس وراها تسوي اكستراكشن للار ان اي وبيوريفيكيشن وراها تستخدم الايزوثيرمال امبليفيكيشن ميثود تارجتنج المن للان والاي جين مال الكوفيد 19 او سارس كوفيد 2 عن طريق ديزاين برايمرات متخصصه ومن بعدها راح تضيف منه الكاس 9 ويا منه السنجل سترانيد دي ان اي بول. هذا راح يسوي الكاس 9 بالجايد ار ان اي وين يروح؟ يروح اذا موجود الفيروس راح موجود له ويقطع جين بالاضافه ليقطع هذا البروب. من يقطع البروب راح يعطيك بعض الاحيان تضاعف فلوروفور او فلوريسنت تقدر يا اما تقيسها عن طريق بعض الاجهزه او اكو طريقه اخرى اللي هي اللاترال فلو ستريب يكون يلودوها على ستريبات شلون على هاي الستريبات اللي عاده موجوده بالصيدليات استخدامها تقدر تضيفها وراح تعطيك يا اما الخط الاول او الخط الثاني اذا الكنترول اذا بس الكنترول ظهر يعني اوكي هذا تشتغل الستريب ومن يطلع الريزلت راح يقول اوكي موجود يعني عندك الكوفيد 19. طبعا مقارنه بالكيو بي سي ار واللي هو المعمول به والدقيق والستاندر ميثود اليوم احنا بدل ما الايزوثيرمال امبليفيكيشن هنا نسوي سي دي ان اي وتنتج. الفرق بين الطريقتين طريقه البي سي ار شويه معقده بتاخذ وقت وممكن واحد يقدر يشتغلها ومختبرات متخصصه ومكلفه. اما هنا ويا الكريسبر كاس 9 اذا تتوقع حتى ستريبات تستخدم بامكانك تستخدمها في اماكن متعدده وما تحتاج الى هواي تخصص واقل كلفه. طبعا ما بعد نسوي امبليفيكيشن خلال الايزوثيرمال امبليفيكيشن وما تحتاج الى كيو بي سي ار لان جهاز كلش غالي صراحة.
الجزء الاخير اللي راح يعني اتطرق له بشكل جدا سريع للكريسبر كاس 9 بالمايكروبيولوجي اللي طبقته. طبعا ما بعد طبقت استخدام الكاس 9 في مختبر ماتي، اكو مختبر اخر وتيم اخر يشتغل بيه انا او يشتغل يعني بجانبنا، شاف يعني كانوا خلال سنة ونص يحاولون ان يتعاملون ويا الكاس 9 ويا الموديل مالتهم اشتغل، فصراحه صار تعاون يعني شلوني ان اساعدهم، ف رحت وياهم صراحة يعني ساعدتهم. فمن ساعدتهم ورا ما خليت الحمد لله الكاس 9 مالته واشتغل، يعني أنا والأدفايزر ظلينا نفكر عن شلون نطوره. فجيت يعني صارت فكرة أن نطور الكاس 9 الموجود. أكو نوع آخر اللي يسمونه دي كاس 9 اللي هو ديد كاس 9، يعني ديد ما معناها يعني ما بي إمكانية القطع، يعني مسوي لها ميوتيشن. فهذا الميوتيشن البروتين من يروح لهناك على البروتين عفوا على الدي ان اي ما يقدر يقطع، بس يقدر يستقر هناك. شو الفائده او المقارنه بين الدي كاس 9 والكاس 9؟ الكاس دي كاس 9 بامكانه يعني ما يسبب اي خلل بالدي ان اي، يعني مو مثل الكاس 9. الكاس 9 هنا من يقطع بعض الاحيان يسبب مشاكل، وهي قد تكون يعني جدا سيئه. اما دي كاس 9 لا، ما يسبب اي قطع بالكروموسوم الدي ان اي. بعض الجينات اسينشال يعني ما تقدر تسوي لها ديليشن او تسوي لها ديسربشن، لان الخليه تموت. هذا الجين مهم لها، اذا سببت اي مشكله بالكاس 9 راح تموت. اما بالدي كاس 9 لا تقدر، ليش؟ لان هو ما راح يسبب لها ديس المشكله. طبعا اكو فد يعني ليفل من طريقه السبريشن بالدي كاس 9 تقدر تستخدمها، حتى الاسينشال ما تقدر يعني تخليه ينتج لحد ما. تقدر تسوي targeting more than one gene at the same time، يعني ويا دي كاس 9 تقدر يعني تضرب أكثر من جين داخل الخلية، أما ويا كاس 9 يعني جدا صعبة تشتغل على جين واحد. تقدر تشتغل على آبرون خصوصا بال يعني البروكاريوت، بعض الآبرون تقدر تسوي لها سايلنس تماما، بس بالكاس 9 ما تقدر. طبعا السرعة والتكلفة كلش مهمة، ولذلك الدي كاس 9 كلش سريع ومهم وشيبر. طبعا الحمد لله اشتغلت عليه فترة طويلة، طبعا هذا كله الحكي قبل هذا الكوفيد 19 وقبل بسنين. الحمد لله وصلنا إلى نتائج جدا راقية، قدرنا ننشرها بوحدة من أفضل الجورنالات الأمريكية الأبلايد أند مايكروبيولوجي جامعة الكيو 1. و يعني ما احب يعني ما عندي الوقت ان اتطرق لكل اللي سويناه وشلون استخدمنا هاي التقنيه. طبعا هاي التقنيه دخلت في هذا الموضوع في هذا الجانب الاول بالعالم، يعني ما كان اكو يعني استخدام لها. يعني جدير بذكر اكو تيم من المانيا كان يشتغل عليه، بس لصعوبه الموضوع ما كان يوصل ان يتطوره، بس الحمد لله قدرنا أنا نطوره وننشره وأصبح يعني فوض اليوم مفتوح للعالم أن يستخدمه. وعلى هذا الأساس وتقديرا من جامعة أركنسا أن نشروا البحث على الصفحة الأولى من الجامعة، ويعني أشادوا بالبحث حتى الآخرين ينتبهون عليه ويستخدمون التقنية. لضيفة أن أكو المعهد اللي درست باللغة أول ما جيت هنا أمريكا أن يذكر هنا بوحدة من يعني مات الويب سايت يقول يعني so proud of Iraqi scholar، ان يشيد ب يعني العراقيين اللي اجوا وامكانيتهم ويفتخر ان انا كنت يعني طالب بعدهم. طبعا بعد ما صارت هاي الامور والجامعه انتبهت الى يعني اللي سويناه، اكو تيم من لوبس مال التكنولوجي يعني مال انتربرنور حاول أن يتواصل ويانا أن شلون نقدر نستخدم هاي التقنية ونسوي لها باتنت ونحفظها بحيث يصير يعني ضمن العاليات المستخدمة يعني لاحقا شلون نسوي لها كوميرشاليز. فهاي يعني حبيت يعني ذكرت هذا السلايد هنا أنا أذكر للعراقيين وأنا أدري بيهم يعني عندهم ما شاء الله إمكانية وقابلية ويقدرون يغيرون. صراحة هاي الخطة يعني التوب بالعالم أن وصلت لهاي النقطة، والآخرين من جامعات أخرى بالعالم من هارفارد وأكسفورد وغيرها يقدر يشتغل هاي التقنيات ويتعامل وياها في هذا الموديل. فنصيحتي ويعني encouraging كل يعني الريسيرشر العراقيين
أن لا تقول أنا فقط بالعراق أو كذا، واحتمال ما نقدر نوصل الدول المتطورة والجاسفون هنا، هلا الحمد لله إمكانية ونقدر نوصل ونقدر نخلي بلدنا يعني بالمرتبة الأولى عالميا. أنا أدري طبعا من ناحية التجهيز والفند، بس إذا عندك في الثيوري عندك هايبوثيسز وتقدر تطبقها أكو مجالات، وأنا حاضر لأي يعني استشارة علمية أو غير علمية خاصة بهذا السيستم أن أقدر أساعدكم، ويعني خل موف أون لحد هذا يعني السيستم، ودخلناه بالعراق أنا أدري راح يطلع نتائج كلش راقية. طبعا بالأخير أشكر جامعة أركنسا، جامعة واسط، وكالة ناسا الفضائية، Department of Defense، اللجنة العليا، Arkansas Bioscience Institute، National Institute of Health، اللي طبعاً طول الوقت إنهم يعني مساعدين لنا ومتعاونين ويانا خصوصاً درجة شهادة الفند. شكري للأدفايزر والكوليس والأصدقاء وكل من ساعدنا، ويعني حاول يعني خصوصاً في بعض الأحيان من تشتغل وما تطلع النتائج يعني frustrating frustrated الصير. فبعدين أكو يعني الأصدقاء والأخوة يجون يخففون عنك الحمل، ولذلك يكون يعني دافع لك أن تستمر. وبالأخير شكري الجزيل لكم جميعا ولحسن الإصغاء والاستماع، وأنا أعتذر طولت أكثر من اللازم على الظاهر أخذت راحتي وياكم. شكرا.